مساء الخير. بالمرحلة الأولى لسمس بطولة لبنان لكرة السلة، كل واحد قدر حقق انتصار. شوفيل على أرضه بديك المحدي فاز على فريق الهومنتمن، وقدر بيروت يفوز خارج أرضه على حساب فريق أنا أسي بمجمع فؤاد شهاب جوني. اليوم المرحلة الثانية، واحد منهم رح يتلقى أول خسارة له بهالموسم. بيروت يلي هو وصل انطلق ببطولة لبنان مع لقب كتير غالي بالنسبة له وبالنسبة لكرة السلة اللبنانية، لقب البطولة الأندية العربية، علما انه النادي البيروتي قدر يعمل 13 انتصار متتالي بين بطولة الدوحة، بطولة العربية، وانطلاق بطولة لبنان، وهيدا الشيء قدر حققه ب 37 يوم 13 انتصار. فريق شانفيل فرجى صورة ممتازة جدا بنظام ثلاث أجانب بالمباراة الأولى أو بالمرحلة الأولى، ومرة ثانية شانفيل رح يواجه واحد من الفرق يلي بيلعبوا بالتو بلس 1 يلي هو فريق بيروت، نفس النظام يلي لعب فيه فريق هومنتمن بالمرحلة الأولى. لمين رح تكون الغلبة؟ لنظام ثلاث أجانب أو لنظام التو بلس 1 بهالمباراة؟ هل رح يتلقى بطل العرب أول خسارة له بعد فوزه باللقب الغالي، أو فريق شانفيل رح يخسر أول مباراة له بالبطولة بهالموسم؟ ما رح أتأخر عليكم، رح أروح بسرعة لزميلتي جاجا. مساء الخير جاجا. مساء الخير غياس. يعني مثل ما سبق وذكرت، أكيد فريق بيروت عم بيواجه فريق ماريست بيروت على أرضه، وثرو ذا فيرست جيم غياس فريق ماريست مثل ما الكل لاحظ اعتمد على الأوتسايد جيم، أما فريق بيروت معروف بالتمبو السريع وبالفاست بريك. معي جابرييل صليبي يلي قدم مباريات كثير حلوه امام هومنتمن. هاي هاي، كيفك جاجا؟ جود. جابرييل، اليوم عندك مهمه دفاعيه صعبه، انت بتعرف انه الكي فاكتور هو سيرجيو، سجل 34 نقطه بمواجهه ان اس اي، اليوم قدام مهم تركز دفاعيا عليه، ممكن من خلاله تقدر تشل اوفنس فريق بيروت. صراحه اكيد سجل لعيب كبير، بس كل فريق بيروت they can score. حضرنا كثير منيح مع كوت صباح وحنقدم جيم حلو ان شاء الله. قد ايه مهم كل الفريق يكون انفولد بالستاتس مثل ما شفنا ضد هومنتمن، الكل قدر يسجل، قد ايه هيدا فاكتور مهم للفوز اليوم؟ اكزاكتلي يعني ويك باي ويك عم نتحسن احنا. مزبوط الكل يكون انفولد، يعني بيروت فريق كثير كبير، واذا حنتكل على عيب واحد اكيد حنخسر. شكرا لك وبست اوف لك سيرجيو. هاي بونسوار. انا بعد ما شفتك تقول لك مبروك للتو تروفيز بالبري سيزون. سيرجيو، اليوم عم بتواجهوا فريق ماريست، كيف رح تتعاملوا اولا مع نقاط القوه اللي عندهم اياها خاصه على الاوتسايد جيم؟ مع شو سوري؟ نقاط القوه خاصه على الاوتسايد جيم. لكن الماتش الماضي توفقوا كثير على التوب 1، عملنا سكاوتنج على هالشيء، واليوم حنجرب نخليهم قد ما فيهم يعني يحطوا الطابه على الارض ويفوتوا على السله مشان ما يتوفقوا من برا، وان شاء الله البلان اللي عاملينها تنجح ونربح. كيف تغير الجيم بلان سيرجيو بما انه علي مزهر منو موجود وانتم الثري بيلرز بالفريق، انت وعلي حيدر، عفوا علي حيدر وعلي مزهر وسيرجيو، كيف تتغير الجيم بلان بظل غياب؟ مزبوط، يعني علي حيدر عنده كاليبر تبعه، محضرين كثير منيح، يعني الفريق ما بيوقف لعب واحد، عندنا لعيبه باقيين جاهزين تو ستيب اب، ان شاء الله نقدر نعوض الفراغ ونربح. شكرا لك سيرجيو. يعني غياس رح نشوف مين رح يحقق الفوز الثاني ببطوله لبنان لكرة السله، رح نتابع سوا. رح نشوف المدربين شو رح يكون رايهم بهيدي المباراه. رح بلش مع المدرب صباح خور، المدرب الضيف كوتش، يعني دقائق قليله وبتنطلق الجيم، كيف محضر فريقك لهي المواجهه وقادر تلعب بالبرسنتج العالي اللي لعبت فيه بالجيم الاول، ولا تركيز الدفاع مثل ما قلت لي امبارح؟ مثل ما قلت لك امبارح تركيز دفاعي، بيروت بحبوا يركضوا كثير، سو ترانزيشن ديفنس رح تكون اساسيه بالنسبه لنا، قلت لهم حتى ما بدي حدا يعمل بوكس، ما بدي يعمل يروح على الاوفنسيف ريباوند ياخذوا ريسك، كله يعمل ترانزيشن. علي وسيرجيو عم يركضوا كثير، سو بدنا نرجع اهم شغله. هلا بخصوص الثري بوينت، اكيد بتعرف شو قال لي ابراهيم قبل الجيم؟ قال لي رح احط 8 ثري بوينت اليوم. ان شاء الله ما رح اكون زعلان ابدا. موفق كوتش صباح. جاتوزو يعني بتحبها يعني انت حلو، يعني 13 فوز متتالي بين دورة الدوحة البطولة العربية وبطولة لبنان، 37 يوم بيروت عم يقدم ليفل عالي بستابيليتي عالية جدا، قادر اليوم تحافظ على هيدا الشيء أمام فريق عم يلعب بنظام ثلاث أجانب، يعني أنتم 2 بلس 1 دائما لازم نذكر بهيدا الشيء لأنه المعادلات منا هينة. إن شاء الله إن شاء الله، ليك ثلاث أجانب بتغير اللعبة كليا، حيلا ليلة ثلاث أجانب عم يلعبوا منيح، معقول تخسر، بس محضرين منيح. هلا بنشوف. رح تخليهم يلعبوا من برا ولا يعني سيرجيو كان عم يقول لجاجا رح نخليهم اكثر يطشوا الطابه يفوتوا لجوا؟ ما بعتقد رح نخليهم
ما عملوا أو ستاندينج جيم 18 3 نقط هذيك المباراة 54% 18 شاطوا حطوا سكور على التريز أكثر من التوز صح غريب شوي لا ما بتشغل على غير لعبة برجع بقول لك المهم توفوا محضرين بنشوف الملعب هلا حيدر امتين بيرجع امبارح عمل بي ار بي أنا برأيي شي 2 تو 3 ويكس مش قبل بعد فيها الهد موفق كوتش غطاس رح روح قبل ما ننطلق بالجيم رح يكون معنا رئيس نادي بيروت استاذ نديم حكيم يلي موجود حدي رح بعد ما صرنا الفرصه نقول لك مبروك ثانك يو على البطوله الانديه العربيه يعني اللقب اللي عملتوه بالبطوله العربيه كان سبقوا قدرتوا فزتوه اكثر من مره مع السيدات بس كان عينكم انه تقدروا تعملوا الدوبلي لانه ما تنسى انه كنا هي كانت ثالث مره بنوصل على النهائي ثالث يعني مره صارت ثقيله انه ما نقدر نعملها وكانت صعبه عم تربع عم تحكي عن الكويت الكويتي اللي كانوا اهلي المصري اوبن بادجت نادي الاهلي حتى سهل المغربي اتحاد يعني السكندري لو بالمجموعه كمان كان في اصرار عند الشباب الحمد لله هيدا افضل فريق لبيروت بتاريخ من تاريخ تاسيسه لليوم بتشوفه هو افضل فريق هلا نحن حيالله فريق بالنسبه لنا لا انا عم بحكي كتكنيك يعني بعرف بدك تبين بالاخر اذا بنرفع ربح بطوله عربيه هذا الفريق هو الاهم شيء بطوله لبنان بتهمك اكثر من البطوله الانديه العربيه لا انا اكيد العربيه بتحب البطولة هاي العربية كان فيها لها شيء هيك معين خلص صار بدك تربحها هيك اليوم نادي بيروت لهلا عامل فينا نقول استقرار كثير كبير بمستواه كنت عم اقول له للمدرب جاتوزو يعني قدرتوا عملتوا 13 فوز متتالي ب 37 يوم هو ما في شك انه دورة الدوحة الدولية كانت كثير منيحة لنا كثير ساعدتنا لنقدر نتأقلموا مع بعض بعدين البطولة العربية لأنه كانوا جيمات كثير صعبين يعني قد ما تعمل فريندلي مش مثل الجيم الرسمي كيف شفت من بعد فوزكم بالبطوله العربيه رده فعل اذا في يقول الجمهور اللبناني كان بلبنان وخارج لبنان لانه بتعرف الجمهور بده حدا يربح هلا الجمهور طبعا حسب اي جمهور عندك الجمهور شو ما تعمل بيعتبروها غلط ببلشوا يعني انا بالنسبه لي بدي اقول لك بكل صراحه لما بشوف المسبات على الفيس على السوشيال ميديا بتضحكني ليه؟ لانه بتفرجيني ان احنا صرنا بمطرح، يعني لو نحن ما عم نكون نادي امام ما حدا يطلع فينا كان. لا الحمد لله، خليهم يكفوا هيك. بدي اتشكرك واقول لك مبروك من جديد رئيس نادي بيروت استاذ نديم حكيم، موفقين كمان اليوم بالمباراه، رح نشوف التشكيلات الاساسيه اللي اختارها المدربين جاتوزو والمدرب صباح. إذا عم نشوف سيرجيو درويش، علي مزهر، نعيم رباي، دار تاكر وتوني ميتشل تشكيلة المدرب جو غطاس بهيدا الجيم، المدرب صباح خوري عم يعتمد على ثلاث لاعبين أجانب، دانيال بيبن، إبراهيم توماس، جيفيون بليك، باتريك معبود واللاعب جابرييل صليبي، رح نشوف المهمة الدفاعية على مين رح يعتمد المدرب صباح خوري، هل رح يعتمد على جابرييل صليبي يدافع على سيرجيو درويش اللي لهلا هو هداف سنابس بطولة لبنان لكرة السلة بمعدل 34 نقطة بمباراة وحدة علما انه كمان علي مزهر عامل افضل لاعب عامل تمريرات حاسمة بالمباراة الاولى 13 اسيست وهو وسيرجيو عم يكونوا افضل ستيلرز بخمس ستيل بالجيم الواحد وفي يوم نشيد الوطن اللبناني ابتدائي قبل ما ننطلق بالجيم بدي اقول لكم عن مسابقه فيكم اكيد تشاركوا فيها دائما بكل المباريات المنقوله على شاشه ام تي في اليوم السؤال بالعبد الله بريدكشنز هي بريدكشن مين رح يعمل اكبر عدد بالتمريرات الحاسمه علي مزهر او اللاعب جيفيون بليك الاثنيناتهم عملوا بالمباراه الاولى دبل فيجرز بالاسيست عمل 13 علي مزهر عمل 10 بليك لنشوف اليوم مين رح يقدر يحقق اعلى اسيست لهلا التصويت اعطى 83% الجمهور اعطى انه علي مزهر رح يعمل اسيست اكثر من اللاعب الامريكي
لاعب فريق شارفيل جافير بليك. اذا عبد الله بريدكشنز رح توكبكم طوال هالموسم، وكل مره رح يكون السؤال مختلف عن الثاني. البوزيشن الاولي عم بتكون لصالح فريق بيروت مع سيرجيو درويش يلي بيمر لتوري ميتشل صانع العاب فريق بيروت. علي مزري بيستلم تاكر، عم ينزل الطابه لنعيم رباي. نعيم رباي عم يجرب يلعب على ابراهيم توماس، بيروح على السلم ما بينجح. الريباوند لصالح بليك، اول ديفانس ريباوند بالجيم عم تكون لصالح الشامبيون بليك. جيفن بليك بيخترق، بيروح على السله، بيسجل بليك، بيسجل اولى نقاط المباراه. فريق الشانفير حاليا الماريست نادي المرجميين عم يتقدم بالمباراه باول سله لجيفن بليك. الطابه بتطلع لبرا، نعيم رباي بيرجع بيسلم من جديد لسيرجيو، بياخذ التسديده الثلاثيه برد الدرويش. واحد من اللاعبين يلي عم يفرجوا مستوى عالي عالي جدا من دورة الدوحة للبطولة العربية وحاليا ببطولة لبنان. بالرمي الدرويش كمان الديفنسيف ريباوند بعد ما سجل عن الارك. ابراهيم كان ضيع المحاولة الثلاثية، و توني ميتشل عم يضرب من المسافة البعيدة ليسجل أولى نقاطه بالجيم. ثاني 3 بوينتس لصالح فريق بيروت. تحت السلة بسجل ابراهيم توماس. أول سلة لابراهيم بالجيم، بنزل فيها الفرق لنقطتين، انطرناه على ثلاثة، سجل من نقطتين بعد ما أضاع التم على 3 بوينتس. سجل درويش بيمرق على البيس لاين. تاكر بياخذ التسديدة، كمان الثلاثية بسجل دار تاكر. ثلاثة 3 بوينتس ناجحين لصالح فريق بيروت. عم يبلشوا مباراتهم بطريقة قوية جدا، وهون في خطأ من نعيم رباي. عشر مباراة بتاريخ لقاءات الفريقين ببطولة لبنان لكرة السلة، 10 مرات ربح بيروت، 5 مرات ربح فريق الشانفيل. آخر مرة ربح الشانفيل مباراة على بيروت ب 29 أيار 2021، والمفارقة كانت بهالملعب بالذات. عم نحكي من 886 يوم. إبراهيم توماس عم يضيع المحاولة الأولى من الفري ثرو. المباراة الأولى كان عنده وحدة من 4 على الرميات الحرة، بسجل هون وحدة من 2. نقطة الثالثة لتوماس بنزل الفرق لأربعة. علي مزهر كمان محاولة من المسافة المتوسطة ما بتنجح. الريباوند عم يكون لصالح بليك. جابرييل صليبي كمان جافيون يعطي التمريره لباتريك معبود. حلوه كثير يا باتريك على البيس لاين، ذكيه جدا كيف بيقدر يسجل، بنزل الفرق لنقطتين. علي مزر بياخذ العتاب كمان على الارك ما بينجح. باتريك بلم الديفنسيف ريباوند، بمر لميلا جافيون بليك بقول ترانزيشن ديفنس عند علي مزر، بيسترجع الطابه بستيل، افضل ستيلر بالدوري اللبناني لهلا، بيعمل ستيل والدرويش بيسجل. بتمريره من مين؟ بتمريره من اللاعب المزهر. السنيك عم يعمل الاسيست، وبيروت عم يتقدم من جديد بفارق 4. بدريك بعبود لابراهيم توماس عم يجرب يلعب على نعيم رباي، بيعمل موف بيوصل على السله ما بيسجل. رباي بلم الديفنسيف ريباوند، فاست بريك سيرجيو درويش، شوفوا الترانزيشن ديفنس، بلم الاوفنسيف ريباوند كمان. رباي عم بمرر لعلي مزهر، وعلي بضيع المحاوله كمان. 2 اتمت للمزهر عم يضيع منهم. جافيون بليك خطا لصالح بليك، عم يقدر ياخذ الفاول. إذا جيفن بليك رح يكون عنده 2 فري ثرو.
بيسجل الفري ثرو الاول لبليك. كان عنده بالجيم الاول 3 من 4 بنسبه 75%، عم يسجل نقطه الثالثه حاليا. نزل الفرق لثلاثه. بيسجل كمان بليك المحاوله الثانيه نقطه الرابعه. الفرق رجع نزل لنقطتين، 3 دقايق ونص على انطلاق الجيم. علي مزر دائما معه بليك بالديفنس. جابرييل صليبي دائما فول ديناي عم يكون على سيرجيو درويش. فيك تاكر بسدد، بسجل دار تاكر. دار تاكر عم يسجل الثاني لانه بالجيم. وهيدي الرابعه لفريق بيروت. محاولة كمان عم تضيع، دار تاكر فيلم الديفاسيف ريباوند، بيطلع من الطابة بشكل سريع، بمرر للمزر، المزر لمين بيعطيها؟ بتوصل من جديد لعلي، حلوة كثير التمريرة، ما بيسجل نعيم رباي، إبراهيم على الديفاسيف ريباوند. بيبر بمرر لباتريك، باتريك معبود، أتمت عن الأرك ما بتنجح، فاست بريك، المزر بمرر، عم يكون في ترانزيشن ديفانس. قال المدرب سمخوري قبل انطلاق الجيم رح يركزوا كثير، قال لهم ما حدا يفوت على الاوفنسيف ريبوند، ما بده اوفنسيف ريبوند، بده الخمسه يتحركوا بشكل سريع بالترانزيشن ديفنس لحتى يمنعوا القوه الكبيره اللي عندهم اياها بالفاست بريك لاعبي فريق بيروت. لهلا عم يقدر عم يحطهم دائما على السيت اوفنس، ما عم يلعبوا كثير على مش معقول مش معقول يا سيرجيو يا درويش بسجل سيرجيو نقطه السابعه بالجيم. شوفوا 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 الفن، شو هاللاعب سيرجيو درويش، 7 نقط لسيرجيو، الفرق عم يرجع يطلع لـ7 نقط، خطأ لصالح جافير بليك. لهلا يعني عبد الله بريدكشن، علي مزر تمريره، بليك تمريره، علي مزر بيعمل ستيل، بسجل المزر، بسجل بسجل السنيك اولى نقاطه بالجيم، هيدا تاني ستيل له بالمباراه، هيدا تاني ستيل لفريق بيروت اصلا، هو اللي عامل ستيل. بيبن بحاول يمرر لابراهيم توماس، شفتوا بيبن ما بحب الكونتاكت، ما لعب هو على السله، نبش على ابراهيم توماس بالروتيشن بالديفنس، قدروا عملوا ستيل وسيرجيو درويش بيستفيد بشكل سريع ليسجل نقطه التاسعه بالجيم. تايم اوت للمدرب صباخوري. إذن عم نشوف النتيجة 20-9 بعد التايم أوت يلي طلبه المدرب صباح خوري، 11 نقطة تقدم. كنت عم بحكي عن عبد الله بريدكشنز يلي الجمهور عطى 83% لعلي مزر إنه يقدر يعمل تمريرات حاسمة أكثر من صانع ألعاب فريق الشامبيل جافير بليك يلي عطى 17% أكثر. أكيد الجمهور هون عم نشوف البرسنتج، هيدا البرسنتج رح يبقى يعني بيقدروا بتقدروا تصوتوا تفوتوا على اي بلاتفورم لام تي في لاب سبورتس، تقدروا تصوتوا من هلا لنهايه الهاف الاول لانه من بعدها طبعا رح يوقف التصويت. يلي الاشخاص يلي صوتوا صح رح يكون عندهم فرصه يربحوا جايزه من العبد الله. ضغط ضغط دفاعي. تبقى البوزيشن لصالح فريق الشامبيين، جربوا يضغطوا بعد التايم اوت لاعبي بيروت. سايد بول بليك دائما علي مزر عم يدافع عليه، باتريك بيبن
كمان جاي بين مليك شوفوا نعيم رباي كيف عم يبعده لابراهيم توماس بشكل كامل عم يبعده دفاع ممتاز دفاع ممتاز من فريق بيروت يعني عم يجربوا ما يخلوا ابراهيم توماس يستلم الطبيط لا من جوا ولا من برا نعيم رباي عم يعمل شغل دفاعي كبير بالتكتيك يلي راسمه المدرب جاتوزو ميتشل في خطأ خطأ إذا لصالح فريق بيروت out of bounds مع علي مزهر راح ياخذها على السايد بول إذا سايد بول لفريق بيروت ميتشل عم يستلم كمان علي شوفوا جابرييل صليبي ما عم يخلي ابدا يستلم لسيرجيو بمرر حلوه كثير حلوه كثير كيف قدر يفضي حاله وعلي مزهر ناطره ناطره ليوصل له الطابه ليكون اول لاعب بالجيم عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط 11 نقطه للدرويش ريباوند كمان لنعيم عم يشتغلوا عم يشتغلوا عم يلعبوا بطريقه ممتازه بطريقه ممتازه وهيدي فاست بريك مثاليه فاست بريك رائعه جدا عم يعملها فريق بيروت ليعمل ليد 15 نقطه باتريك معبود لجيفن بليك جابرييل صليبي تستيدي ثلاثيه ما بتنجح المحاولة عن الارك البوزيشن بتروح لصالح فريق بيروت كمان علي ميتشل بسجل توني ميتشل بسجل عن الارك تاني 3 بوينتس لانه بالجيم الخامسه لفريق بيروت بهالمباراه يعني فريق شانفيل يلي عمل مباراه خرافيه بالتسديد البعيد بالجيم الاول اليوم عم يواجهه بنفس السلاح فريق بيروت وببرسنتج كمان بصراحه يعني عم يكون رائع جدا 5 من 8 نسبه فريق بيروت لهلا باول 7 دقائق بالمباراه ابراهيم توماس كمان عم يخسر الطابة مرة جديدة بفاست بريك سيرجيو درويش سيرجيو بمرر لميتشل بسدد عن الارك لا 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 توني ميتشل عم يسجل الثالثة لإله بالجيم ثالث 3 بوينتس السادسة لفريق بيروت الهيئة بده يكسروا الريكورد يلي عمله فريق اشانفيل بالجيم الأول 18 3 بوينتس ب 54% برسنتج ريباوند دفاعي كمان لنعيم عم يعمل جيم ممتاز نعيم رباي بأداء دفاع كبير جابرييل صليبي برد بستيد بحاول يلعب الفاست بريك جابرييل صليبي ما بينجح بالتسجيل رباي بلم كمان الريباوند فاست بريك جديد لفريق بيروت تستيدي ثلاثية بسجل كمان دار تاكر بسجل عن الارك بنجاح نقطه ال 11 ثاني لاعب عم يعمل دبل فيجرز بالنقاط بفريق بيروت 11 للدرويش 11 لدار تاكر 9 للاعب توني ميتشل ابراهيم توماس ابراهيم حلو كثير الموف اللي بيعمله بيستعمل الباك بورد وبيسجل نقطته الخامسه ابراهيم 33 11 22 نقطه الليد ملا ليفل عم يلعب في فريق بيروت نعيم رباي نعيم رباي ما بيسجل هالمره عن الارك فاست بريك مع بليك بيعطي ابراهيم توماس خطا لصالح ابراهيم حتى ما بده يعطيه الايزي باسكت نعيم رباي عارف انه رح يعمل خطا بس ما بده يعطيه ايزي باسكت ما بده يخليه يفوت ابدا بجو الجيم لانه اللاعب لما يسجل الايزي بوينت بصير عنده ثقه اكثر بالجيم بصير انفولد اكثر بصير قادر يسجل السلات الصعبه قال له ممنوع تسجل 2 بوينت روح على الرميات الحره وكلنا بنعرف رميته الحره لابراهيم توماس منا كثير منيحه بالجيم الاول عمل 25% واحدة من 4 من وقت قليل سجل واحدة من 2 لنشوف هلا ابراهيم على الرمية الحرة بسجل المحاولة الأولى
شوفوا هلا حاليا تشكيله فريق بيروت. بسجل كمان ابراهيم هالمره برد باثنين عن الرميه الحره. لوكاس صالح جوع بخرس من جهه فريق الشانفيل. عم شوف علي محمود صار على الوان جو مارك جاروش شوتينج جارد كليف الكسندر على ارض الملعب وبلش الصراع بين ابراهيم وكليف. سيرجيو درويش عم يستلم سيرجيو بيطلع الطابه لعلي محمود اوبن شوت بسدد بسجل المحمود بسدد من الاتمت الاولي عم يسجل عليه. مين 3 بوينت كمان مقطوعه من دفاع فريق بيروت. ميتشل بيعمل ستيل ستاب باك بسدد الجروش ما بسجل جو مارك الريباوند لصالح اللاعب السنغالي ابراهيم توماس الجامبيون بليك بعد ما شفناه بهالجيم. بليك بضيع المحاوله حلوه كثير الاوفنسيف ريبوند يا ابي خرس. جو ابي خرس بلم الاوفنسيف ريبوند وبسجل اولى نقاطه بالجيم بعد ثواني قليله من دخوله على ارض الملعب. اخر 40 ثانيه بالكوارتر الاول 36-13. سيرجيو عم يخترق سيرجيو ما بينجح بالتسجيل. تيم ديفنسيف ريباوند لصالح فريق الشانفيل. مرة جديدة جافيون بليك ٦٣٪ نسبة بيروت بالربع الأول سجلوا فيها 36 نقطة واو 63٪ ملا برسنتج. جو ابي خرس كمان عم يخسر الطابه مقطوعه من سيرجيو بحاول يسترجعها بتبقى البوزيشن لصالح بيروت. تخيلوا قدر ياخذ فريق بيروت 22 اتمت باول كوارتر مقابل 14 لفريق الشانفيل. عملوا ترن اوفر واحد البوزيشن لصالح الشانفيل هو الحكم. لوكاس صالح لاعب بيروت السابق بمرر لابراهيما. ابراهيم توماس راح يحاول يسدد هذا الشيء اللي بيعمله ابراهيم توماس ما بينجح بالمحاوله. اوفنسيف ريباوند ما بيسجل منها جو ابي خرس والكوارتر الاول عم ينتهي بيروتي بمواجهه بيروتيه مدنيه بمجمع الشياح. بيروت عم يتقدم بفارق 21 النتيجه 36-15. اذا 36-15 انتهى في الربع الاول. عم نشوف المدرب جاتوزو مع فريقه الجديد يلي عم يعمل ليفل عالي عالي بكل معنى الكلمه. اخر خساره لفريق بيروت كانت ب 25/9/2023 امام فريق الحكمه بدوره الدوحه الدوليه. عم نحكي من 37 يوم لما خسرها بفارق 3 نقط 68-65. من بعدها عمل 13 فوز على التوالي وال14 اذا كمل بهالشكل منه بعيد يحققه. سرعه سيرجيو درويش كمان وحده من تمريرات سيرجيو. سيرجيو على كل حال بالربع الاول هو افضل لاعب عمل تمريرات حاسمه 4 لهلا. بينما الصراع بين بليك وعلي مزهر لهلا بتعادل كل واحد باثنين اسيست. عضو الاتحاد اللبناني الياس خليل لعبه خرس بعد من سركيس على ارض الملعب للمره الاولى بالجيم. بليك شوفوا علي محمود كيف عم يدافع عليه شوفوا كيف قاعد على اجريه. علي بليك جافير بليك ميد رينج شوت ما بيسجل الريباوند لمين؟ جو مارك جروج عم يلم الديفنسيف ريباوند الجروج. علي محمود بمرر كمان
وهون محاولة عم يضيع كليف ألكسندر. هالمرة فاست بريك مع بليك، بليك بمرر تسديدة ثلاثية كمان ما عم تنجح وعم يخرس. كيم اوفنسيف ريبوند صار عامل بيعمل الاسيست ولوكاس صالح بسجل. عمل اوفنسيف ريبوند واسيست بثانية وحيدة جو ابي خرس وترجم له اياها بافضل طريقة لوكاس. بتصور في تغيير دفاعي هون عم شوف زون ديفانس. اذا المدرب سباخوري عم يراهن على دفاع المنطقة بهالوقت. وميتشل عم يسجل من المسافة المتوسطة نقطة 11، ثلاث لاعبين بفريق بيروت مسجلين 11 نقطة. ميتشل، تاكر والدرويش. دانيال بيبل عم يتحضر للعودة لأرض الملعب. هي مش المرة الأولى بيكون عندهم فريق شانفيل لاعب من عائلة بيبن. Out of bounds. شوف البوزيشن بقول الحكم تبقى لصالح فريق شانفيل. Out of bounds مع بيبن. هذه خرسة بيستلم يعطي مارفن ساركيس. كمان هون عم تشوف زون ديفانس، كمان مدرب غطاس عم يلعب زون 2 3 بهالوقت. تسديدة بيبن من المسافة المتوسطة والجروش، ثاني ريبوند على الطويلة لإله بالجيم. كليف ألكسندر بيعمل موف تحت السلة، الهالك بيسجل. كليف ألكسندر عم يسجل أولى نقاطه بالجيم. هيدي الثاني مباراة لإله مع فريق بيروت بعد ما لعب موسم خارق السنة الماضية مع فريق الحكمة. عم يسجل فري ثرو. كليف ألكسندر إذن عم يسجل فري ثرو وهون في نقطتين جديد. جيفين بليك هو يلي سجلها. علي محمود تسديدة ثلاثية جرب يعملها على ستاف كاري. توني ميتشل سدد وبرف انه رايح على الاكيد رح يسجل لكن ما سجل. ريباوند كمان لميتشل فاست بريك. شوفوا الدرويش، شوفوا الدرويش بمرر علي محمود ما بيرجع بالتسجيل. مين يلي بيتابع؟ توني ميتشل بيتابع من اوفنسيف ريباوند. 13 نقطة لتوني ميتشل افضل سكورر بالمباراة. جيفير بليك مارفن ساركيس اوبن شوت، اوبن شوت كمان بضيع مارفن. عم نشوف رئيس نادي بيروت استاذ نديم حكيم واستاذ جورج شلهوب اللي موجودين عم يتابعوا فريقهم. استاذ جورج شلهوب يعني النجل الراحل اوري شلهوب، واحد من الاشخاص اللي عطيوا كثير للرياضه اللبنانيه. سيرجيو درويش، سيرجيو فاول لصالح سيرجيو، خطا لصالح الدرويش. بالعاده عم نشوف الفاول اللي قدر ياخده سيرجيو بالبنتريشن اللي عملها على السله. سيرجيو بسجل الفري ثرو الاولي نقطه ال 12. بسجل كمان الثاني نقطه ال 13. بيرجع بصير افضل سكورر هالمره بالتساوي مع توني ميتشل. لوكاس جيفير بليك بطلع الطابه مقطوعه من جو مارك. جو مارك جروج عم يتلاعب بالدفاع. جو مارك جروج منك هين يا جروج، منو هين ابدا. جو مارك جروش بسجل اولى نقاطه بالجيم وبطلع الفارق ل 28 نقطة لصالح فريق بيروت. تايم اوت للمدرب صباح خوري.
Dar, Adel, Finch, Rich. Oh, offensively, listen. You play the four on offense now. Dar, Dar, let's go. Horse down for JM. Getting embarrassed, man. Let's go. You should bring it down. This quarter under 20. Now it's 25, 26, I don't know, 28. What are you doing, guys? Let's go. Fight a little bit. Show some energy, show some character. Let's go, guys. كمان شوف كمان كده عم نشوف كمان عادل كرم من الوجوه الفنية يلي دايما بنشوفه بالملاعب خاصة مع فريقه فريق بيروت. إذا أب باي 28 بوينتس فريق بيروت. المدرب صباح خوري كان عم يقول لهم لفريقه إنه بدكم تفرجوا شوية كاركتر، بدكم تلعبوا بشوي إنرجي، ما فيكم تلعبوا بهالشكل، ما فيكم تستسلموا بهالشكل. كمان عضو الاتحاد، عضو الهيئه الاداريه للنادي الرياضي سيف دياب. عم يضغطوا فريق بيروت بالرغم 28 نقطة ليد، عم يضغطوا على كل شيء بأرض الملعب. شوفوا علي قد ايه كان عالي مع جيفيون بليك بالديفانس. دانيال بيبن شو عم يخرز؟ وهون في خطأ. هلا 8 من 14 لفريق بيروت عن الارك 57%. الشانفين 0 من 10. تخيلوا الفريق يلي عمل 18 ثري بوينت بالبرسنتج 54% بالجيم الاول، لهلا 0 من 10 بعد ما سجلوا ولا ثلاثيات. هون ما فينا غير ما نعطي كريدت للديفنس، لانه الديفنس يعني الفريق مش بس انه ايام بكون مش موفق اوكي، بس اليوم واضح جدا الطريقه اللي عم يدافعوا فيها فريق بيروت على فريق الشاطئين، عم تمنعهم ياخذوا اي اوبن شوت. جيفير بليك بمرر لجو ابي خرس خطا لصالح جو. شوفوا الفيك اللي عملها، اخترق على كليف واخذ منه الفاول. نعيم رباي ثلاثة فاولز بالربع الاول، اشتغل بالديفان بس عمل ثلاثة فاولز. وكنت قلت لكم واضح جدا انه عنده تعليمات يمنع ابراهيم يسجل اي ايزي باسكت بالجيم. لو بده يفوت بفاول ترابل فات بفاول ترابل، بس ما خلى ابراهيم يفوت بجو الجيم. أبي خرس وسجل الفري ثرو الأولي. تاني ما بينجح فيها كليف ألكسندر، أفضل ريباوندر بالبطولة بالموسم الماضي. عم يحقق الريباوند. زون ديفانس من فريق شانفيل. سيرجيو درويش بمرر لعلي محمود، بحاول يقطع البيس لاين. توصل لكليف ألكسندر. اي لاف ذيس جيم. هيدا هو كليف يلي بنعرفه. ألكسندر بيستعرض تحت السله وبيرجع بيطلع الفريق. شوفوا كيف قدر فضيه وصل له اياها، وهيدا الشيء اللي بده اياه كليف، بده هيدا السبيس يلي بيقدر يخلقه تحت السله لحتى يستعرض ويذكرنا بسلاته الرائعه يلي عيشنا عليها طوال الموسم الماضي. فاست بريك جديده، سيرجيو درويش بحاول يتلاعب بالديفنس، قاطع لصالح سيرجيو. ميغيل مارتينيز على مقعد التبديل على ارض الملعب بدلا من سيرجيو. يعني يمكن اللاعب الوحيد اللي بلش اساسي بالجيم بعده موجود بفريق بيروت هو دارتاكر. جو مارك يعطي كليف، شوفوا كيف عم يتحرك على ميلته لانه عارف رح يكون في دبل تيم عليه، واذا انعمل دبل تيم بكبها لبرا بياخد التسديده الثلاثيه. تكنيكال فاول اذا على المدرب جو غطاس. وهون عم يتدخل مدير الفريق جوزيف عبد المسيح.
الحكم رباح نجيم عم بيكون حاسم عم يعطيه عم بيقول له انه مره ثانيه برجع بعطي تكنيكال فاول. هون بصير ساعتها بتصير خطره بصير بده يكون برات الملعب. جاتوزو عم يروح على عند مراقب المباراه سهيل سفر. واحد من هجوم كرة السلة اللبنانية تاريخا. ليك بسجل الفري ثرو الاولى نقطته السابعة. بسدد رمية التكنيكال فاول بسجلها. جروش يعطي كليف الكسندر علي محمود كمان جومار خطا هجومي اوفنسيف فاول على فريق بيروت. الخطا من تاكر بليك معه ميغيل مارتينيز بالديفنس. يعني شوف الروتيشن الكبيره اللي عم يلعب فيها المدرب جاتوزو. يعني دافع عليه علي مزر دافع عليه علي محمود وهلا ميغيل مارتينيز. ومعروف ميغيل انه من اللاعبين اللي بدافعوا كثير منيح كثير اتلت كثير بيعمل هاسل. سايد بول ليك عم يستلم بصعوبه. شوفوا ميغيل كيف لاحقه طلع طابة لدانيال بيبر. بيبر بيخسر الطابة. جو ماركي بيعمل ستيل فاست بريك. دار تاكر بروح على السلة خطأ لصالح تاكر اللاعب الأمريكي اللي بيحمل كمان الجنسية الأردنية بما أنه لعب مع منتخب الأردن لسنوات طويلة كلاعب مجنس. لوكاس عم يعترض. هذا الخطأ الثالث على لوكاس صالح. صاروا مثله مثل نعيم رباي كل واحد بثلاثة فاولز. أول مواجهة بتاريخ الفريقين كانت ب 8/12/2017. كانت بديك المحدة بين شانفيل وبيروت وفاز فيها وقتها بيروت 92-75. المباراة الثانية جرت بهالملعب ربح الشانفيل خارج ارضه 81-70. تاكر عم يسجل نقطه 13. شوفوا شوفوا ميغيل كيف عم يدافع. شوفوا كيف عم يدافع. قلت لكم ميغيل من افضل اللاعبين يلي بيعملوا ديفنس. وكليف الكسندر بيسجل كمان كليف نقطه السابعه بالجيم وبيطلع الفرق بيطلع الفرق. ملا مستوى عم يلعبوه بيروت ملا روتيشن. شوفوا كليف قد ايه كان دومينت تحت السله. وهون رد سريع من بيبن. اول سله لدانيال بيبن. دار تاكر كمان خطا خطا لصالح تاكر. كونتينيوس بسجل تاكر 14 نقطه لدار تاكر. باتريك معبود على ارض الملعب من جديد هو ابراهيم توماس. اربع دقائق و12 ثانيه بيبقى لنهايه الكوارتر الثاني. بسجل تاكر نقطة ال 15 حاليا هو افضل سكورر بالجيم. جابرييل صليبي جابرييل شوفوا الديفنس شوفوا الديفنس اللي عم يعملها بيروت. باتريك يخسر الطابة. باتريك معبود كمان تورن اوفر جديد 10 تورن اوفرز على فريق الشانفيل رقم كبير. أربعة على فريق بيروت. علي مزر رجع على أرض الملعب هالمرة بسجل الثالثة ثابتة للمزر نقطة الخامسة للسنيك التاسعة على فريق بيروت.
9-3 بوينتس لبيروت لهلا بالجيم. ممكن يكسروا الرقم فريق الشامبيون يلي حققه بالجيم الاول. مارفن ساركيس اول 3 بوينتس لفريق الشامبيون بهالجيم بسجلها مارفن. كليف الكسندر كليف بسجل كمهين بيضرب من المسافه البعيده. الكسندر عم يسجل نقطته العاشره، رابع لاعب في فريق بيروت عم يعمل دبل فيجرز بالنقط. مخيف يلي عم بيصير بهالمباراه بالليفل يلي عم يقدمه فريق بيروت. ابراهيم توماس بجرب كمان على الارك ما بينجح. كليف الكسندر بيعمل كنترول، بيعمل كنترول على الريباوند. علي مزهر علي بيتعرض للبلوك شوت من مارفن. باتريك معبود على الديفنسيف ريباوند. مارفن بمر لجابرييل صليبي، جابرييل بوصله يا لابراهيم توماس وبسهوله. توماس عم يسجل نقطه التاسعه بالجيم. المزهر كمان علي درايف على السلة وبلوك شوت، باور بلوك شوت من جابرييل صليبي. جيفين بليك بوصلها لمين؟ بوصلها لابراهيم. 11 نقطة لابراهيم توماس بتمريرة من جيفين بليك. نزل الفرق ل 31. دار تاكر ميغيل مارتينيز بعد عنده 3 ثواني. ميغيل بفضي لك. كليف الكسندر تسديدة ثلاثية ما بتنجح. الريباوند دفاع على مارفن ساركيس. جابرييل بمر لباتريك اوبن شوت بفضل يخترق البيس لاين بيوصل على السلة ما بيسجل. باتريك معبود ديفنسيف ريباوند لتاكر. جابرييل صليبي حاول يعمل ستيل، وقف الفاست بريك بس ما قدر يسترجع الطابة لفريقه. كرم مشرف على أرض الملعب، كمان توني ميتشل على ارض الملعب. تبديلات بالجمله عم يعملها المدرب جاتوزو. مارتينيز ميغيل مارتينيز عم يخلي الطابه بايده. ميغيل بياخذ الفاول، فاول من باتريك معبود. بعده سيرجيو درويش اكثر لاعب عامل تمريرات حاسمه 4. بسجل ميغيل اولى نقاطه بالجيم. بليك 3 وعلي مزهر 3. لهلا تعادل بين اللاعبين بالتمريرات الحاسمه. 50 سنه لنهايه الكوارتر الثاني ومارتينيز عم يسجل 2-2. شوف كليف الكسندر وسيرجيو درويش. جيفير بليك تمريره بتوصل لمارفن. مارفن بحاول يمرر كمان مقطوعه، كمان تورن اوفر جديد وستيل لصالح بيروت. توري ميتشل لمين بمرر؟ البوزيشن بتبقى لبيروت. ١١ تورن اوفرز على فريق الشانفيل. تايم اوت للمدرب جاتوزو.
back screen, there go get Tony. So if you're playing five, you'll be the first guy. Yalla, yalla, yalla. Yeah, he'll set a back pick for you, and go screen Tony. Go. واحدة وثلاثين ثانية بيبقى لنهاية الكوارتر الثاني 63-30 ليد مخيف لفريق بيروت. تاكر عم بيسجل تاكر الريباوند لباتريك مارفن سركيس بيطلع بالطابة بشكل سريع بيوصل على السلة ما بيسجل اللاعب مارفن جابرييل صليبي بنزلوا اياها لابراهيم توماس وفي هون خطأ خطأ من إبراهيم توماس يلي الحكم مثل ما فسر كأنه كان في بوش ليستلم الطابة إبراهيم ما اعترض هلا إذا تبين معنا بلكي المخرج فادي حداد بفرجينا إياها للريبلاي بأقرب فرصة أو بفرجينا إياها هلا المخرج فادي إيه مضبوط فيها بوش استعمل إيده اليمين ليبعده تحت أنظار الحكم جورج سعد محاولة ثلاثية ما بتنجح ريباوند لمارفن والكوارتر الثاني بهالوقت مشاهدي ام تي في عم ينتهي بتقدم واضح صريح لبطل العرب فريق بيروت يلي عم يقدر يتخطى بالكوارتر الثاني بفرق 63 نقطة 63-30 بيروت بعيدا عن النتيجة وبعيدا عن الفارق يعني في لز الواحد عن جد يحضرهم لانه عم يلعبوا بطريقه كثير حلوه غير اليوم القدره الكبيره اللي فرجونا اياها بالاوتسايد جيم الفاست بريك اللي بيلعبوه عم يكون مميز وبتصور العالم اللي عم يتابع الجيم مبسوطين بهيدا الليفل العالي اللي عم يفرجينا اياه فريق بيروت وهيدا بدل انه رح يكون عندنا موسم كثير قوي خاصه بالمواجهه المنتظره بين بيروت وفريق الرياضه لانه الرياضه مثل ما كنا عم نقول قبل ربح زون غرب اسيا ببطوله وصل هو بطل لبنان مواجهه منطره وما بدنا ننسى اكيد الحكمه ومنتمن وكل باقي الفرق اللي ممكن باي ليله يعملوا مباراه كبيره كنا عم نشوف التصويت لعبد الله بريدكشن لهلا في تعادل بين بليك وعلي مزر بالاسيست بريك مشاهدينا لتقريبا 10 دقائق وبنرجع بنتابع
من جديد برجع نحن وياكم مشاهدينا لمجمع الشياح، لقاء بيروت وفريق الشعبيلي اللي قدر بيروت يسيطر فيه على الجزء الاول من الجيم بشكل قوي جدا مع ليفل بالفعل عالي، سجل فيه 63 نقطة مقابل 30 لفريق شانفيل. المباراة اللي عم تتابعوها طبعا على شاشة ام تي في على اس بي اي اللي عم تكون معكم موجودة طوال هالموسم، كل المباريات اللي مش منقولة على ام تي في فيكم كمان تتابعوها على اس بي اي. وهلا بنذكر السكادجول لاحقا. خلينا نشوف حاليا المقارنة الإحصائية بين الفريقين، تشوفوا البرسنتج العالي اللي عم يلعب فيه فريق بيروت لهلا على الهاف. عم نشوف 58% تقريبا نسبة تسجيل من كل المسافات، 32% لفريق الشانفيل. 3 بوينتس حكينا عنه كثير، تقريبا 56% 10 من 18، 8% لفريق الشانفيل. هيدي طبعا اكس سمارت ستاتستكس عم نشوفها الكومباريسون بين الفريقين. الريباوندز شانفيل افضل 21 مقابل 19، بس ما قدروا استفادوا من الريباوندز بالجيم كثير، خاصه الست اوفنسيف ريباوندز. الاسيست التقدم كمان لصالح فريق بيروت. التورن اوفرز رقم فارق كثير، عم نحكي بثمان تورن اوفرز، يعني كل تورن اوفر بكلف تقريبا اربع نقاط، يعني نحكي ب 32 نقطة إذا بيستفيدوا من كل التورن اوفرز اللي ارتكبوهم فريق الشانفيل بيكونوا لصالح فريق بيروت. والتورن اوفرز اللي طلعوا من وين اجوا؟ اجوا بستيلز، 11 ستيلز لهلا لبيروت على الهاف تايم، رقم كثير عالي، يعني افرج كثير عالي، 11 ستيلز قدر عملوا لهلا فريق بيروت بالجيم. وبهالمجال دائما عم يكون يعني مميز علي مزهر، ساجو درويش، واليوم شاركوا لعلي مزهر كمان بستيلز عمار جروش. خلص سنيبس، يعني فارس وسنيبس، توني ميتشل اثنين كمان ستيل، ميغال عامل ستيل، نعيم رباي عامل ستيل، بينما جابرييل صليبي الوحيد اللي قدر عامل ستيل واحد لهلا لصالح فريق شانفيل على الهاف تايم. انطلاق الكوارتر الثالث لنشوف اذا رح يكون عندهم رده فعل رجال المدرب صباح خوري بالكوارتر الثالث. صباح سيرجيو درويش اللي بيرجع على ارض الملعب، علي مزهر بمرر بفضيله سيرجيو بيرجع من جديد، وفي تورن اوفر على فريق بيروت، هذا التورن اوفر الخامس. قدروا استفادوا، تخيلوا البوينتس فروم تورن اوفرز. اذا بعطيكم الرقم قارن بين بيروت على الهاف تايم وفريق شانفيل، 17 نقطة استفادوا بيروت من تورن اوفرز شانفيل، بينما شانفيل استفادوا بنقطة واحدة بس من التورن اوفرز يلي عملوهم فريق بيروت. وهيدي لحالها بتفرجي الفرق الكبير بالمباراة. دانيال بيبن بسدد بسجل عن الارك نقطته الخامسة، تاني 3 بوينتس لصالح فريق الشانفيل بهالجيم، صار عندهم 2 من 14. علي مزهر مر لسيرجيو درويش، نعيم رباي بيرجع كمان على ارض الملعب نفس التشكيله اللي بدات الجيم، ستاب باك بسدد الدرويش، ما بتنجح المحاوله، الريباوند دفاعي جابرييل صليبي بمر لقدام لباتريك معبود، باتريك بفضيله بيبن هالمره ما بينجح، ما بينجح هالمره دانيال بيبن، ريباوند دفاع لصالح دار تاكر. علي مزهر تسديده ثلاثيه ما بيسجل مزهر، كمان باتريك معبود على الريباوند، شافير بليك خطا لصالح باتريك معبود كابتن فريق الشانفيل. سايد بول بيبن، جيفن بليك بنزل له الطابه لابراهيم توماس، عم يضيع ابراهيم ما عم يقدر يستلم امام نعيم رباي، شغل كبير لنعيم، شوفوا نعيم كيف عم يمنعه انه يستلم، وهون ما قدر عمل كنترول على الطابه ابراهيم توماس بايد وحده، ما قدر ابدا عمل كنترول على الطابه. تاكر لميتشل بسدد ما بسجل، فاروق اخدين كذا اتمت بالكورتر الثالث بدون ما ينجحوا، ابراهيم توماس على ديفنسيف ريباوند، جيفيون بليك، ابراهيم هل رح يسجل الاولي له بالجيم؟ ما بينجح، ايربول لابراهيم توماس اللاعب يلي سجل 7 من 9 بالجيم الاول،
ما عم ينجح لهلا بولا اي 3 بوينتس، وهالمره كانت اير بول. تاكر عم يعطي علي مزر، شوفوا سيرجيو كيف عم يبرم من ميل لميل. علي من جديد للدرويش، سيرجيو تسديده ثلاثيه كمان اير بول، ريباوند لصالح الشامبيون بليك. فريق بيروت ضيع كثير، اخذ كثير قدامسة عن الارك. بيفن كمان ما عم ينجح بالتسجيل، يعني هون غريب، لازم الشاوفيل لحتى يقدروا يحاولوا يقلصوا الفارق، لكن في لاعب اسمه سيرجيو درويش ما عم يتهدى بهالجيم، بيخترق اول ذا واي، بيسجل نقطه ال 15 وبيرجع بيطلع الفارق. لما فريق ما يكون موفق لازم يلعب اكثر على التو بوينت، جرب يوصل على السله ياخذ اخطاء. ودانيال بيبن عم يضيع الطابه تحت السله، علي مزر بيعمل ستيل، ثالث ستيل للمزر، لمين بده يمرر؟ بيروح هو على السله، خطا لصالح علي، خطا لصالح علي مزهر. شوف الخطا اللي عمله جابرييل على علي، رح يكون عنده اثنين فري ثرو المزهر. ضايعين رمية حرة واحدة لهلا بالجيم بيروت. بسجل الأولي علي، نقطة السادسة. ستة وستين ثلاثة وثلاثين، بسجل كمان الثانية، نقطة السابعة. جافيون بيبر بمرر لباتريك بعبود، باتريك لبليك، اوبن شوت للصليبي، بفضل يخترق، بيوصل على السله كمان بضيع. نعيم رباي على الديفنسيف ريباوند، خامس ريباوند لنعيم رباي، الافضل بالريباوند لهلا بالجيم هو باتريك معبود بسبعه ريباوند. تحت السله بتوصل لنعيم وفي خطا. او الطابه اوت، ما في فاول، في بلوك شوت كمان، بركي المخرج بيرجع فادي حداد بفرجينا اياها. سيرجيو درويش اوبن شوت كمان بضيع، ما عم يسجلوا على الارك بالكورتر الثالث. فاست بريك مع فريق الشانفيل، بليك كمان بلم الاوفنسيف ريباوند، كمان بضيع بليك. وفي خطا على ابراهيم توماس، ثاني فاول على ابراهيم. ريبلي عم نشوف الخطا يلي قدر ياخذه توني ميتشل. تسديده ثلاثيه هالمره بسجل تاكر، بسجل عن الارك، 18 نقطه لدار تاكر، اربع ثري بوينتس لاله بالجيم. دانيال بيبر عم يجرب على البوست، ما بينجح بيبر. بعرف في حدا من اللاعبين على ارض الملعب. سيرجيو درويش عم يتوجع، كل السلامه لسيرجيو. ما بعرف شو صار معه، اذا ببين عنا على الريبلاي. اوه برم الكاحل مثل ما بينت بالريبلاي، نزل على قدمه للاعب فريق الشانفيل. واو عم نشوف معالج الفريق دكتور خليل نصار دغري بيتدخل. السلامة لسيرجيو درويش، هلا دغري بحطوا لها ثلج مشان ما تورم. اوت اوف باوندز، كمان ابراهيم توماس
لريال صليبي، بيعطي ابراهيم تحت السله، خطا لصالح ابراهيم توماس، خطا من ميتشل. عم بتطلع عم شوف دار تاكر يلي هو اكثر لاعب هلا مسجل 3 بوينتس بهالجيم، 4 3 بوينتس بس الكارير بيست لابراهيم توماس مخيفه بالثلاثيات، وحده من مبارياته مسجل 11 3 بوينتس، هذا الشيء كان ب 28/3/2015. توماس بسجل اول نقطه 12 بالجيم. تاني ما بينجح فيها. الوحيد اللي عم يعمل دبل فيجرز بالنقط بفريق الشانفيل. علي مزر صاروا اربع تمريرات حاسمه، بليك ثلاثه. علي بعده بعيد كثير عن معدله. افضل لاعب بيعمل تمريرات حاسمه بالبطوله العربيه. جومار جروش كمان ما بينجح، بيبن كان هو على الديفنسيف ريباوند، جيفيون بليك بياخذ التسديد الثلاثي بيسجل جيفيون بليك نقطه العشره الاولى له عن الارك. فريق بيروت عندهم ثلاث لاعبين اخذوا القاب شخصيه على صعيد العرب، ام في بي العرب سيرجيو درويش، افضل ممرر وافضل بوينت جارد عربي علي مزهر، وافضل ثري بوينتر هو اللاعب جو مارك جروج. سايد بول مع علي مزهر، شوف كيف عم تلعب البلاي، تاكر هو اللي عم يستلم. علي بسجل المزهر بتمريره من دار تاكر، 10 نقط كمان لعلي مزهر. صاروا خمس لاعبين بدبل فيجرز بالنقط، مقسم كثير السكور عند فريق بيروت. وقت ابراهيم توماس بيعمل موف وفي ووكي تورن اوفر على فريق الشانفيل من ابراهيم توماس. 13 نقطة لميتشل، 18 لتاكر، 10 لكليف الكسندر، 10 للمزهر، و15 للدرويش. ميتشل تسديدة ثلاثية بسجل، الرابعة كمان لطوني ميتشل، رابعة 3 بوينت. أكيد كنا عم نحكي على صعيد اللاعبين في البطولة الأندية العربية، على صعيد المدربين كمان ما بدنا ننسى أنه الجاتوزو كان أفضل مدرب عربي في البطولة العربية. جابرييل صليبي عم يسجل أولى نقاطه بالجيم. مثل ما قلنا صار رابع أفضل مدرب لبناني بيفوز باللقب العربي بعد المدرب بسام سربيس وأنا أبو شعرة وجون قاعس. تورن أوفر جديد، تورن أوفر جديد على فريق الشانفيل. صار التورن اوفرز اليوم 16 تورن اوفرز، بعدنا بالكوارتر الثالث. علي مزهر بمرر لكليف من جديد، المزهر بيستلم علي بفضيلة تاكر، تاكر بيخترق بيوصل على السلة بلم هو كمان الاوفنسيف ريباوند. عم يعمل جيم كبير اليوم علي عبد الله تاكر، والمزهر عم يسجل عن الارك. 13 نقطة للمزهر، 3 3 بوينت لقلوا بالجيم. هلا كلهم بده يبلشوا يقولوا لي قد ايه الكارير بيست لعلي مزهر عن الارك. علي مزهر ما كثير يعني عنده رقم عالي بالثلاثيات بمباراة واحدة ككارير بيست، 5 3 بوينت عملها مرتين بحياته الاحترافية اليوم، لهلا عنده ثلاثة. بيبن بسجل كمان الاند 1 نقطته الثامنة بالجيم. علي مزهر بمر لكليف الكسندر في خطأ.
اوت اوف باوند. جروج علي محمود خرجين لكليف علي علي محمود ببرر لا 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 كليف الكسندر عم يستعرض وهي مش المره الاولى بفرجينا انسجام كبير هو وعلي محمود علي محمود فرجينا نفس التمريره ببيكاندرول امام ان اس اي هو وكليف واليوم كمان هو وكليف عم يفرجونا اللقطه الاجمل بهالمباراه الكسندر 12 لقطه له بالجيم لايكو ابراهيم مو عم يسجل ما عم يسجل ابراهيم ما عم يقدر يسجل اليوم للمسافه البعيده ريباوند لصالح دارتاكر 84-42 كمان كليف كليف الكسندر وهون في تورن اوفر على كليف شوفوا كيف قدر او هيدي حلوه كثير حلوه كثير هالبيك اند رول التمريره الفنش شوفوا كيف عمل البيك عمل الرول معه طلع قربوا اثنيناتهم عليه لعلي محمود وهون كلفتهم غالي كثير لانه البيك اند رول في طريقه ليدافعوا عليها مش يعني مش انه حيلا ديفنس يا بينعمل سويتش او ما بينعمل هون راحوا كلهم عند علي محمود هيدا الشيء ريحوا كثير لكليف الكسندر وريحوا اكثر لعلي محمود ليمرر نقطتين جديد عم يسجلهم ابراهيم توماس 81 سكور 84-44 بتصور شباب ميغيل مارتينيز بمرر لكليف الكسندر كليف ميد رينج شوت ما بيسجل جابرييل صليبي على الريباوند جيفيون بليك بايده الشمال بيسجل بليك 12 نقطة لجيفيون دارتاكر عم ينجح دارتاكر باتريك اخر 42 ثانية بالكوارتر الثالث علي علي محمود 41-46 النتيجة كان في خطأ بسكور بورد بقلب الملعب نحن كنا صح آخر 25 ثانية لنهاية الكوارتر الثالث جيفيون بليك توصل لجابرييل صليبي كمان جابرييل ما بينجحش عمرك جروج بلم هو الريباوند الثواني الأخيرة بالربع الثالث البوزيشن فيها عم تكون لصالح فريق بيروت دارتاكر بحضر له البيك كليف الكسندر بيلعبها لبرا كليف بسدد ما بسجل وباقي بوينت 2 من الكوارتر الثالث 81-46 الربع الثالث اذا عم ينتهي يعني النقط صاروا اقل كثير بالكوارتر الثالث بيروت سجل 18 نقطة مقابل 16 لفريق اشرفيل Just move on.
الأخير لهالوقت إذن عم ينطلق علي مزهر 5 أسيست، بليك كمان 5 أسيست لهلا متعادلين بالعبد الله بريدكشنز. لوكاس صالح محاولة ثلاثية، ريباوند دفاعي لدار تاكر. عمار بفضي لعلي محمود والاخير بسجل للمرة الثانية بالجيم. طلعوا كلهم على جومار. جومار عرف يفضي لزميله علي محمود. مارفن سركيس، مارفن لبرا عند بيبن، تسديدة ثلاثية من دانيال بيبن، ريباوند كمان لجومار. اليوم عم يعمل عدد كبير من الريباوند لجومار جاروش. طاولة صالح كليف الكسندر. اوت اوف باوند. ميغيل مارتينيز. ما بينجح بالتسجيل. مارفن سركيس على الديفنسيف ريباوند. جيفير بليك يسجل بايده الشمال. 14 نقطة لجيفير بليك. علي محمود خطأ لصالح علي. بدي اذكر بكره امبارح انطلقت المرحله الثانيه، هومنتمن فاز على هوبس 92-79. اليوم المباراه الثانيه بالمرحله الثانيه، بكره المباراه الثالثه ميروبا وان اس اي، مباراه مهمه. ميروبا رح يقدر يلعب بكره باجانبه الثلاثه، مباراه على الساعه 7 فيكم تحضروها لايف على اس بي اي او بيروت سيتي كل البلاتفورمز. ميغيل مارتينيز بسجل نقطه الرابعه. ميغيل صالح جاد عبد المسيح على ميعاد التبديل. والمحاولة من جيفيون بليك. 17 نقطة لبليك، أفضل سكورر بفريقه وبالمباراة. لا تاكر 18 عنده. علي محمود بسجل الثالثة، ثالث 3 بوينتس لعلي محمود. مباراة عفوا ميروبا وان اس اي على اس بي اي مش بكره الخميس، الجمعة. بكره نهار بريك بالباسكت. تاكر بحاول يمرر، توصل لميغيل مارتينيز، ما قدر يستفيد منها كليف الكسندر. كمان دار تاكر بفضي هالرابعة، الرابعة لعلي محمود. ما بسجل عن الارك، الريباوند دفاعي عم يكون لمارفن سركيس. 7 دقائق لنهاية المباراة. لوكاس الفلوتر بسجلها لوكاس صالح، نقطة الرابعة بالجيم. كمان مباراة السبت بين الأنطونية والرياضة، بين الرياضة وأنطونية بالمنارة رح تكون على اس بي اي. الأحد رح نكون على شاشة ام تي في. أنترانيك والحكمة على 5 إلا ربع. رح نشوف لاعب الحكمة الجديد ويفرلي أوستن. الحكمة يلي رسميا رح يكون الفريق الثاني رح يمثل كرة السلة اللبنانية ببطولة وصل، هو والرياضي. والمواجهة الأولى رح تكون مع بطل إيران بلبنان.
وطبعا مباريات وصل مثل ما كلكم تعرفوا على شاشة ان تي في. اوت اوف باوند. مقطوعة من مارفن ما قدر يسترجعها. وتحت السلة دانيال بيبن اند 1. 10 نقط لبيبن. وثمانين 53 فري ثرو كمان لبيبن. بضيع الرمية الحرة. جاد على الديفنسيف ريباوند. ست دقايق ونص بيبقى لنهاية الجيم. كان سجل سلة الاند 1 بضيعها دانيال بيبن. كليف الكسندر. علي محمود يمرر لكليف. ما بتنجح المحاولة. عم نشوف سيرجيو درويش بالثلج مثل ما قلت لكم. يعني بتصورها ان شاء الله ما تكون قوية. ما بتصورها كثير قوية. بتمنى السلامة لكل اللاعبين. يعني ابشع شيء الاصابات. و13 ثانية تايم اوت للمدرب صباح الخير. ست دقايق و13 ثانية بيبقى لنهاية الجيم. بيروت عم يقترب أكثر وأكثر من تحقيق فوزه الثاني بسنبس بطولة لبنان لكرة السلة وال14 بشكل متتالي بين دورة الدوحة البطولة العربية وستبس بطولة لبنان. فريق شانويل يلي ظهر بصورة قوية جدا بالمباراة الأولى بالمرحلة الأولى أمام فريق هومنت من يوم عينا أمام فريق بيروت يلي واضح جدا أنه بيروت حاضر كتير بعد مشاركاته الدولية. فايتين كتير بالجولة عبي فريق بيروت. انسجام عالي جدا مع مدربهم الجديد المدرب جو غطاس ومساعده اليوناني فارهونس. بذكركم من جديد انه مباراة السبت بين الرياضة وانطونية رح تكون على اس بي اي وبيروت سيتي. مباراة الاحد رح تكون على شاشة ام تي في. جاد ما بينجح. ريباوند لصالح بلاي. جافيان. جافيان بليك بسدد على الارك. خطأ لصالح بليك. ثلاثة فري ثرو لجافيان بليك. علي مزهر وجيفين بليك بعضهم متعدين بالتمريرات الحاسمة. هلا يلي صوتوا للاعبين رح يفوتوا بالتصويت ليكون عندهم جائزة يربحوها من العبد الله. العبد الله بريدكشنز رح تجيبهم طوال الموسم. كل مرة السؤال بيكون مختلف بين مباراة وتانية. بليك بسجل الأولي. 18 نقطة لجيفين. صار افضل سكور بالتساوي مع تاكر. بيقطعه هون لتاكر. صار عنده 19 نقطة. ثلاثة من ثلاثة نقطة ال 20. تسعة وثمانين 51. عم نشوف ضغط دفاعي عم ينعمل من فريق الشانفيل لمحاولة قد ما فيهم تقليص الفارق. جاد عبد المسيح بمر لكليف بيعمل فيك بيخترق كليف الكسندر بيوصل على السلة اند 1 بيسجل وبياخذ الخطأ. 14 نقطة لكليف. اليوم على الرايق مسجل نقطة كليف الكسندر. شوفوا الفيك اللي عملها الدرايف وصل على السلة كونتينيوس سجل. كليف
الكسندر بفري ثرو كمان بينجح فيها نقطه 15. جافيون بليك بليك بمرر مارفن سركيس بسجل السركيس نقطه السادسه وهيدا الاسيست السادس لجافيون بليك. عم يقطعوا لعلي مزهر يعني هلا يلي عاطيين بليك هو الاكثر عامل تمريرات حاسمه هن رح يكونوا واحد منهم الفائز. دائما تابعوا البلاتفورمز ام تي في لاب سبورتس كل البلاتفورمز تويتر انستغرام فيسبوك. علي محمود كمان ما بينجح ريباوند لكليف الكسندر وفي خطا لصالح كليف. ابراهيم توماس 0 من 6 تخيلوا 7 من 9 بالجيم 1 الجيم 2 0 من 6 لهلا. الفري ثرو عم يسجلها كليف الاولى 16 نقطة لكليف الكسندر. كمان بسجل الثاني أكثر لاعب مسجل فري ثرو بالموسم الماضي. فاول لصالح مارفن. عنده اثنين فري ثرو مارفن سركيس ست نقط اليوم من اثنين ثري بوينتس. عم يضيع الاولي. الثاني كمان بضيع كرم مشرف على الديفنسيف ريباوند. ميغيل مارتينيز مرة لجعمر ميغيل كرم يعطي كليف الكسندر. لا اي لاف ذيس جيم. حلوه كثير سلطك يا كليف. شوفوا بالاعاده كيف عمل درايف راح على السله وفش خلفه بالسله كليف الكسندر ليسجل نقطتين جديد لاله بهالمباراه. شو عم يخلص ١٩ نقطه لكليف الكسندر وبليك عم يسجل. ابراهيم توماس اللي طلع بالاخطاء الخمسه فاول اوت. كليف لجاد بياخذ التسديد جاد بيسجل. جاد عبد المسيح بيسجل اولى نقاطه بالجيم وبيرجع بيطلع الفرق ل 36. جافيون بليك بايدهم الشمال 22 نقطه لبليك. كليف الكسندر ثاني افضل سكورر بالمباراه. جعمر جروج كمان عم ينجح بالتسجيل ونقطه الرابعه 101-65 عم يوصلوا لحاجز ال 100 نقطه. اول فريق بستبس بطوله لبنان لهالموسم بيوصل لعتبه ال 100 نقطه. بالمباراه الاولى شانفيل 98 نقطه كان هو اعلى رقم يسجل عم ينكسر حاليا لصالح بيروت على حساب فريق شانفيل. هايلايتس لاجمل لقطات الكوارتر الثالث. بتذكر افضل سكور بالجيم جافيون بليك ب 24 نقطة 19 لكليف الكسندر 18 لتاكر. لا
بالريباوند فتريكو عبود الافضل بثمانية ريباوند تاتشر عنده سبعة وبالاسيست بليك ستة اسيست علي مزر خمسة اسيست وعلي مزر ستيلز هو الافضل بثلاثة ستيلز لهلا ما بتصور علي مزر رح يرجع على ارض الملعب وهون عم نشوف التصويت كان بلش يعني قبل ما نوقفه بلش يروح شوي لصالح بليكرز صار عنده 22% مقابل 78% للمزهر ما بتصور مزهر رح يرجع على ارض الملعب يعني اكيد نحن السؤال واضح مين بيعمل اكثر اسيست بعيدا عن الوقت يلي لعبه بارض الملعب وبليك عم يسجل نقطه 27 ثالث 3 بوينتس له بالجيم افضل سكورر بالمباراه 27 نقطة كمان جاد لبرا عند كليف الكسندر بسجل كليف بسجل نقطة ال 22 ثاني 3 بوينتس لاله بالجيم بيتر صقر على ارض الملعب من جهه فريق شانفير مقطوعه من دفاع فريق بيروت كليف الكسندر بروح على السله بايده الشمال كمان عم ينجح نقطه ال 24 وبياخذ الخطا شوفوا الرياكشن اللي عملها بعد ما سجل كليف بضيع الفري ثرو ريباوند كمان غسان عم يطق على ارض الملعب شارب ستيني كمان عم يلعب بخمس لاعبين لبنانيين بهالوقت المدرب صباح كوري بستيدي ثلاثيه عم يسجلها البستيني من الاتمت الاولي له بالجيم كليف الكسندر خطا لصالح كليف عنده اثنين فري ثرو اقل من دقيقتين لنهايه المباراه الأولى بسجلها كليف 25 نقطة رصيده كمان بسجل الثاني سبعين وكمان بليك 29 نقطة كرم كمان نقطتين كرم مشرف تحت السلة نقطتين بسجلهم كمان لصالح بشارة بستين النقطة الخامسة لبشارة مارتينيز جون مارك بعد ما سجل اليوم عن الارك فاول لصالح جون مارك جرموش اثنين فري ثرو المرحلة المقبلة فريق بيروت عنده مباراة مع هوبس شانفير على أرضهم بواجهوا ميروبا بالمرحلة الثالثة الأولى عم ينجح فيها جون مارك خمس نقط لجون مارك بسجل النقطة 112
ليك مضيع ريباوند لجاد عبد المسيح. جو مارك جروج عم يعطي كرم وتسديده جاد عبد المسيح ما عم تنجح. بشاره بستاني على الديفنسيف ريباوند ونقطتين بسجلهم بليك. 31 نقطة لجافيون بليك. المباراة رح تنتهي بفير بلاي بالثواني الأخيرة. جافيون بليك هو أفضل سكورر. إذا المباراة عم تنتهي بنتيجة 112-77 فوز الثاني لفريق بيروت بسلبس بطولة لبنان لكرة السلة. الفريقين بروح رياضية بيسلموا على بعض. رح نجرب نكون أنا وزميلتي جاجا بمقابلات. رح نبلشها مع المدرب جاتوزو يلي صار موجود حدنا. شو يا كوتش؟ شو. مبسوط؟ نعم الحمد لله. عم تتعبوا بس عم تلاقوا. كوتش أنا ما بدي أحكي عن النتيجة، سيطرتوا على الجيم من بدايتها، أنا بدي أحكي على الليفل يلي عم تلعبوه. يعني الفريق كثير مرتاح، روتيشن كثير كبير في محل، شلت أربع لعيبة فوت أربعة. هيدا الانسجام والكيمستري بدأ، يعني استفدت منه كثير مقارنة مع باقي الفرق من وراء دورة الدوحة وراء فوزكم بلقب البطولة العربية. هالسأل عالية. لك أكيد البطولة العربية أكثر من دوحة، البطولة العربية بين أهلي زمالك سلا هاي ليفل تيم الصراحة. الشغلة المنيحة اللبنانية عم يلعبوا منيح، يعني اللوكلز. أنا هون بدي أقول لك يعني إذا بنراقب تاريخ بطولة لبنان ما بنشوف كنا كثير يعني اكسبت. أكيد في قطع فترات في يكونوا اللاعبين كونسيستنت، بس عم نشوف علي مزهر، سيرجيو درويش، جون مارك، في لاعبين هلا علي حيدر مش عم يلعب مصاب، عم يكونوا كثير ثابت مستواهم مباراة بعد مباراة. نايم اليوم علي محمود. لا بس أنا عم بحكي ككل، إذا بدي أحكي أوفر أول. لا ما في شك. هيدا الشيء من وين كيف انخلق هالقد عم يكونوا ستيبل؟ أول شيء مرتاحين، التمرينات كنا عم نتمرن منيح، اجونا البطولتين ورا بعضهم كان شوي 13 جيم ب 17 يوم، استفدنا منها كثير منيح. كل البطولة العربية كنا نلعب أجنبي واحد، كنا عم نبلش بتوني ميتشل على البنش. مضبوط، جون مارك تبلش فيه أساسي. جوليان، علي حيدر، جون مارك، سيرجيو، وعلي مزير، بعتقد أخذوا الثقة من هونيك. الحمد لله على كل شيء، بس بعد بكير برجع بقول لك يعني مش أكيد مش مستوى فريق شوفي اليوم. مش اني زيتون، نحن عرفنا سكرنا. انتم ما خليتون تلعبوا جيمون يلي هن عاده بحبوا يعني يلعبوا. هن بحبوا يلعبوا من برا اكثر شيء، اذا على البيك اند بوب كنا مرتاحين، ما خليناهم يشوتوا ابدا. ابراهيم ما جبرناه ما يشوت منيح. صفر من ستة اليوم. ونحن كمان اول كوارتر توفقنا كثير، كنا عم نشوط طاوله، بس مش عم بقول لك في روتيشن طابع عم تبرم، هي عم خلينا نلعب منيح. رح تلعبوا مع هوبس بارضهم بمجمع ميشيل المر، يعني هوبس دائما على ارضه فريق صعب. هوبس منيح كمان. إذا بنكون مركزين وبنلعب بتركيز ما عندنا مشكلة، إذا بدنا وشليت المر معروفة كمان. برجع بقول لك كل جيم جيم، هلا عندنا وقت نرتاح ولا أحد جاي. وموفقين كوتش، بروح بسرعة على زميلتي جاجا. غياس يعني مبروك عليه، ستيلز، فاست بريك، ثري بوينتس مثل ما بتحبوا تلعبوا، بس سؤالي لك حسينا اليوم شفنا وجه نادي بيروت الحقيقي عكس المباراة بمواجهة ان اس اي، كان فيها شوي ما كان فيها تيم ورك قد اليوم. مزبوط، نحن ما تنسى جايين من بطولة كثير طويلة كمان، وهلا عم نغير إذا بدك كليف بدنا نفوته بالجو، سو عم ناخذ كل جيم باي جيم وما بنتوقع شيء لكل جيم، يعني 100% بيج كريدت لنا جيم فريق ان اس اي. لعبوا كثير منيح ضدنا، جينا اليوم فوكس اكثر وعارفين شو بدنا من الجيم نقدر نستفيد منه. عم تشوت قبل الظهر شكلك. على الخفيف. مبروك علي، يعني مبروك لفريق بيروت مره جديده وهارد لك لفريق ماريس. تعود لعندك غياث. خلينا نقول له بالاول لسيرجيو سلامتك، نسلم احلى من ضيع، بتتذكر لما ضيعنا بتتذكر بالاول؟ ايه بتذكر. بتتذكر منيح هون كمان بهذا الملعب. انا قلت خليني بلش احلى من بالاخر ما انتبه يفكروا. سيرجيو اسم الله عليك، عم تقدم ليفل عالي، كنت عم بحكي مع المدرب جاتوزو في ستابيليتي كثير منيحه، قد ايه مرتاح سيرجيو درويش بهالموسم؟ لك الحمد لله يعني مرتاح، كل شيء مأمن لي، الكوتش عم بيعطيني الحريه الكامله اعمل بدي اياه، والتيم اللي سبع عم بيساعدوني بين باحلى الطريقه ممكنه، وانا عم بساعدهم بينوا باحلى الطريقه، فالحمد لله يعني وي ار كليكينج. طمنا اول شيء عن اصابتك. ماشي خفيفه خفيفه، 5 دايز 5 6 دايز برجع. يعني رح تلعب الاسبوع المقبل مع فريق هوب. بيروت عم يعمل رابع الانتصار رقم 14 على التوالي بين دوره الدوحه بطوله عربيه وسنبس بطوله لبنان.
بتشوف وين بتشوف فريق بيروت بتركيبتكم؟ شفنا اليوم عم تلعبوا بروتيشن كثير كبير بفوت اربعه مزبوط. الفريق عم يضلوا ماشي كثير منيح مزبوط. نحن فريقنا اول شيء كثير ديب، عندنا 12 لعيب فيهم يلعبوا الحمد لله، هذا شيء كثير بوزيتيف يعني. وهلا بعد عندنا غيابات يعني، بعده كابتن علي حيدر بعده منصاب ليرجع لعنا، كمان بتكبر روتيشن اكثر. فالحمد لله يعني تمرن كثير منيح، الفريق كامش مع بعضه، وصلنا شي شهر عم نتمرن مزبوط، عم نلعب متوش كثير. فايتس ا جود ثينج، وهذا الشيء عم بين ارض الملعب بالنهايه. سيرجيو درويش هذا اعلى ليفل عم يقدمه هلا ولا بعد عندك كثير؟ بعد في صراحه كل التمرين بتعبه صراحه، ما بيروح دعان، عم بتمرن كثير والحمد لله عم ببين هالشيء على الملعب. بعد في كثير اشياء جاي يعني. شو محضر مثل شو؟ شو بتقول؟ شو بتوقع الجمهور؟ يعني باليوم سيرجيو درويش غير انه يلي بحب بيروت عنده جمهور كبير بحبه. أكيد. بحب سيرجيو درويش يعني. اكيد انا بدي اتشكرهم اول شيء. وايه سيرجيو يعني السنه الماضيه بلش سموك الاجنبي الرابع بفريق بيروت. عم بقول لك السنه الماضيه انا بلشت الموسم مع الحكمه، كنت منصاب، رجع من اصابه ثلاث اربع اشهر لبين ما فتت بالجو. اخذت وقت، ويعني بعد الصيفيه اللي كان عندنا اياها لعبنا بطوله عالم وكسبنا كثير. قديش استفدت من بطوله العالم؟ كثير كثير عن جد كثير يعني. بتحتك مع لعيبه بحياتك ما حتحتك معهم، وهالشيء اكيد بوزيتيف يعني. بتشوف لما تحتك مع غير مع لعيب اجانب بتجي على الدوري هون او مع لعيب العالم بتحس بفرق. فالحمد لله كان بوزيتيف سمر لإلي، وان شاء الله ان شاء الله نضلنا بهالطريقه يعني. بدي اتمنى لك كل التوفيق وسلامتك من جديد سيرجيو. بدي اشكر كل مشاهدي ام تي في، مشاهدي اس بي اي وبيروت سيتي اللي تابعوا معنا هالمباراه. اكيد نحن ملتقينا كام تي في بتجدد نحن وياكم يوم الاحد على الساعه 5 الا ربع. انترانيك على ارضه بيستضيف فريق الحكمه، الحكمه معه اجنبي جديد ما شفتوه بالمرحله الاولى اللي هو ويفرلي اوستن لاعب ارتكاز، رح نشوفه باليوم الاحد المقبل. وطبعا باقي المباريات اللي قلت لكم عنها ان كان مباراه ميروبا ان اس اي او انطونيه فريق الرياضه والانطونيه فيكم تتابعوها على اس بي اي وبيروت سيتي. مشاهدي ام تي في انا بدي اشكركم، بشكر حسن المتابعه، بلتقنا وياكم يوم